السلام عليكم إخواني أخواتي، لنا عودة جديدة إن شاء الله. سنستمر بإذن الله في تتم الدروس التي بدأتها مع إليستراتور وفوتوشوب وإنديزاين. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الإليستراتور، وهذا الدرس يتعلق بالكرياسيون دان فلاير. هذا لو فلاير هو اللي تنشوفوا الشكل ديالو على هذا الديزاين. دونك اولا هذا هو لو بلان دو ترافاي اللي وجدت انايا. غادي نحاولوا نقول لكم شنو هما المعطيات او لا لي دوني افيك ليكيل جي بريباري هاد لو فلاير. اولا نمشيو نتقنوا من لاطاي ديال هاد لو فلاير ديالي باش نعرف لي ميزور اللي درت في لو موديل ديالي. دونك تنكليكي على لوتي بلان دو ترافاي، ومن تنكليك على لوتي بلان دو ترافاي تعطيني لا لارجور اي لا هوتور. ها هما عندي هنايا لارجور سي 15 سنتيمتر و لا هوتور سي 21 سنتيمتر. دونك فوالا انا تيقنت دابا من لاطي ديالو. ثانيا غادي نمشي نتيقن باللي مود كولوريمتريك باش انا خدام، بويسكو هذا ستان فلاير كي ديستيني لامبرسيون. غادي نمشي نتيقن من لي مود كولوريمتريك. الوغ فين تمشي تلقى لي مود كولوريمتريك؟ تمشي للمنيو فيشيي مود كولوريمتريك. فوالا هنايا يعني مكلشي هنايا سي ام جي ان، لان هاد لو دوكيمون غادي يمشي لامبرسيون خصني نخدمو في هاد لو مود هذا اللي هو سيان الماجنتا لو جون اي لو نوار. اوكي ثالثا غادي نمشي نتاكد من لا ريزوليسيون فاش انا خدام. دونك حيت لا ريزوليسيون حتى هي مهمه بزاف، خصها تكون الفي بالنسبه للامبرسيون. فين كاينه عندي لا ريزولوسيون دون ايلوستراتور تمشي لو منيو افي بارامتر دي زيفي دو بيكسيليزاسيون دو دوكيمون. والوغ هنايا تنتيقن بان لا ريزولوسيون اللي انا خدام فيها اللي هي صالحه للامبرسيون تكون تري الفي. الوغ 300 بيكسل بار بوس هي لا ريزولوسيون اللي تخدم بها بور لامبرسيون. ولكن بور ان ترافاي ديسيني لافيشاج في لو سيت ويب تنخدمو افيك لا ريزوليسيون 72 بيكسل بار بوس. اوكي المساله الثانيه اللي خصني نفيريفي في لو دوكيمون ديالي هو لو فون بيردو. لنفرض ما كانش عندي لو فون بيردو تنمشي نفيريفي واش كاين باش نمشي نزيد هذاك لو فون بيردو. تنمشي لو موني فيشي فورما دوكيمون وتنزيد هنايا لو فون بيردو. انا هنا درت 0,3 سم. كاين بعض لي زامبريمور اللي تيطلبوا 0,5 سم دونك سولون لو بيزوان ديال لامبريمور، مي لا ماجوريتي دو طون تنديرو 0,3 سم. جو فاليد. دونك لو بلان دو ترافاي ديالي هو هذا. انا جو في اجوتي ان دوزيام بلان دو ترافاي اللي غادي نابليكو فيه هاد لو فلاير هذا ديالنا. داكوغ غنكليك على اوتي بلان دو ترافاي وتمشي لهنا تندير نوفو بلان دو ترافاي. نورمالمون لي ميزور اللي عندي لابد نكري ان اوتر بلان دو ترافاي ولا فير لا موديفيكاسيون ديال هاد لو بلان. تنكليك على لي ميزور اللي عندي هنايا. الوغ انا جو في دوبليكي هذا وكري ان اوتر بلان دو ترافاي افيك لي ميم ميزور اللي عندي انا هنا في الموديل ديالي. دونك جو كليك على هادي وتخرج تخرج لهنايا. تنحاول نخلي ان اسباسمون بيني وبين لو موديل ديالي بحال الشكل هكا. فوالا دونك لا بروميير دي شوز لي غادي نبدا بها هو لو ديغرادي دو كولور. دونك هنايا غنمشي ناخد ان ريكتانغل لي فورم لي عندي لي عندي هنايا هما باش يمكن لي نخدم. يمكن لي نخرج هاد لي فورم كاملين. جو كليك على هاد لو بوتي تريونغل. داكوغ هنا تنحاول نبسط في الشرح ديالي حتى بالنسبة لي هما ديبيتون سيغ إلوستراتور يمكن ليهم يتبعوا معايا لا فورماسيون، لأن هنا تنحاول نبين ونوضح لوتي من أنا خديتو. الوغ هنا عندي بليزيوغ فورم. غنمشي ناخد لو ريكتونغل فوالا ونمشي نتراسي لو ريكتونغل ديالي من لو فون بيردو. فوالا هو اصلا عطاني لو ديغرادي دو كولور. انا نحاول نحيدو اي اون فيغا كومون بريباري هاد لو ديغرادي دو كولور. نسدو هادي وندير ديغرادي دو كولور اللي كاين باغ ديفو دون لا باليت نيونسيي اللي هو هذا. داكوغ تعطيني هاد لي كولور. الوغ لي بيزوان دو كولور ديالي هنايا. دونك هنايا لو ريكتانغل ديالي هو هذا وتندير لو فون اون برومي بلون. تمشي ندير هنايا على لو نوار. جو في دوبل كليك
تنحاول نعزل هاد لاكولوراسيون فيرت بحال هاد الشكل هاكا داكوغ، تنعاود نمشي لو بلون تندير دوبل كليك وتيدخلني في لاباليت نيونسيي وتنعزل هاد لاكولوراسيون ديالي بحال الشكل هاكا. الوغ بالنسبة لي تيب دو ديغرادي اللي عندي هنايا، كاين غاديال وكاين لينيار داكوغ. سي باغ اكزومبل انا بغيت ناجوتي اون كولور على الانتيريور ديال هاد لي فون ديالي، تنمشي وتندير هنايا تيعطيني واحد لا فليش بلونش افيك لو سين بلوس، اي جو بو اجوتي اون اوتر كولور هنايا ندير باغ اكزومبل لو روج، فوالا وتلقى لا كولوراسيون زادتني في قلب لو ديغرادي ديالي. بطبيعة الحال الا درت لينيار هي هادي، ولا درت غاديال تتعطيه لي على شكل شكل مضو سيركولار. دونك ندير لينيار. الوغ بالنسبة لو سونس ديالو يمكن لي نشونجي لونغ ديالو هنايا، ولا هنايا هادي تتعطيني انفرسي لو ديغرادي دو كولور بحال هاد الشكل هكذا. يمكن لي انفرسي لي كولور تولي لو فيغ هنا و لو فيغ كلير هنايا، وهكذا تعاودو تقلبو فهاد الشكل هكذا. او بيان تمشي للوتي ديغرادي اللي عنده علاقة مع لا باليت ديغرادي اللي هي هادي، فوالا، وناخد لوتي ديغرادي تعطيني واحد لو بغا اللي تيمكن لي نشونجي بيه. الوغ انا بغيت لو ديغرادي يبدا من الفوق فيغ لو با، ونكليك على شيفت باش يعطيني لي دروات بحال هكذا. سي باغ اكزومبل هاد الروج انا ما بقيتش بغيتو، تنشدو تنجليسيه فيغ لو با، او بيان تنكليك على هاد لا بوبيل هنايا، دونك جو لو غليس فيغ لو با كوم سا. اوكي، الوغ بالنسبة لاكولوراسيون ديالي سوا ندير ان كليك غليسي بهاد الشكل هكذا، ولا بديت من التحت غادي يبدا ليا لاكولوراسيون كلير من التحت، ولا فيغ فونسي من الفوق بحال هكذا. داكوغ، انا جو في غاردي هاد لاكولوراسيون ديالي بحال الشكل هكذا. فوالا، دونك لا باليت دي غادي نردوها لبليستا كوم سا، تعطيني واحد لو كادر بلو باش يمكن لي نكولي لا باليت ديالي فهاد كلون دغوا. اوكي، الوغ هنايا غنمشي نامبورتي هاد ليماج، ندير لو دوسي ها هو الي لا، صغرو بحال هكذا، ونجلسي هاد ليماج ديالي او دوسو ديال لو بلون دو ترافي ديالي بحال هكا. اي وهاد ليماج غنحاول ندير بيها كوم ان بوتي ديزاين اون اغيير بلون بحال هكا. دونك انا لاحظتو ما استعملتش شيفت. الوغ هنايا بغيت ليماج ندير لكم ان ديكور اون اغيير بلون. اولا بوغ اونلوفي هاد لي دو دياغونال تنكليك على انكوربوري باش كوم سا ليماج تتولي الى بارتيان لو فيشي داكوغ. وباش نتيقن بان ليماج ديالي الي بيان او سونتر، تنمشيو لباليت هنايا لا باليت الينيومون، خصني نمشي لافيشيال ندير كونترول شيفت اف 9 فوالا، ونمشي نفتح لا باليت الينيومون ديالي هي هادي، ونافيشي لي زوبسيون، وهنايا تندير اليني سيغ لو بلون دو ترافاي. دونك من نمشي نسيليكسيونيها بحال هكذا باغ اكزومبل، كنت ندي هكذا فهاد البوزيسيون واليني سيغ لو بلون دو ترافاي. فوالا غنمشي نكليك على هادي اللي بيان سونتري هكذا فيرتيكالمون، وهكذا اوسي باش تجيني في لو سونتر ديال لو بلون دو ترافاي. الوغ لا بروميير دي شوز اللي غادي ندير ليها، اولا نسدو هادو ولا نحاول نحتفظ بهم عندي هنايا، ها هو تيعطيني لو كادر بلو، ون كليك على لي دو بوتي تريونغل كوم سا باش يتجمعو، ونحاول نجمعهم باش يبقاوش واخدين ليا من ليسباس. انا هادي هي لا باليت ترانسفورماسيون، باليت الينيومون، اي باليت بات فايندر اللي حتاجين نخدمو بيهم. اوكي، بروميامون غنمشي نبيسي لوباسيتي لهاد ليماج ديالي. دونك غنجي لهنايا وندير نبيسي لوباسيتي تاع 50 او بيان 40 بحال الشكل هكذا. مي بقاو لي هاد لي كونتور ديالها في الجنب، شنو غادي ندير ليهم؟ غنسيليكسيونيها وغنمشي لو مينو اف اي، وهنايا سبيسيال كونتور بروغريسيف فوالا، وندير ابيرسو، ونحاول نوغمونتي في لو غيون. ولاحظوا معايا لو كونتور ديال ليماج يل ديسباري كوم سا سولون لو نومبر او لا فالور اللي غادي ندير لو غيون ديالي. انا جو في اوغمونتي سا pour faire disparaître complètement avec le contour de l'image, comme ça, ben, comme si l'image elle est fusionnée dans le fond. Et je valide avec OK. Voilà. Je suis satisfait de le décor d'Ali. Et après, je vais fixer les éléments d'Ali. Voilà. Je vais sélectionner le tout.
pour les fixer, c'est-à-dire contrôle 2. Parce que comme ça, je déplace ça, je vais déplacer les éléments d'IA. Okay? Donc, les deux cercles, le cercle Hagda, on va le faire sur deux parce qu'on a les deux couleurs. Alors, on a le cercle d'IA, les outils ellipse, on trace le cercle, on clique à la Shift pour obtenir un cercle parfait pour la barre d'espace pour déplacer mon cercle. Voilà, on a le Hagda. La barre d'espace, je vais déplacer la forme pour l'ajuster le modèle d'IA. D'accord? Donc, il y a le modèle d'IA, on dit les couleurs par défaut, par exemple. Il y a. On essaie de le fond, pour qu'on chauffe, on trace avec le modèle d'IA, il y a la partie à l'intérieur qui est vide. Alors, je vais prendre le rectangle, il y a. On trace le rectangle, on la forme d'IA. Voilà. Donc, on sélectionne un bijouge, on dit les couleurs taille par défaut. On sélectionne le cercle d'IA. On déplace le modèle d'IA. D'accord? On haoule. On a un terrain bijouge, on fixe Hada, CTRL 2. On sélectionne un bijouge, on interrompt les couleurs par défaut, bijouge, comme ça. Alors, pour supprimer le tracé d'IA de l'intérieur, on sème la palette Pathfinder. Alors, on sélectionne un bijouge, on dit CTRL SHIFT F9. Voilà. On a dit l'endroit parce que. Tout à l'heure, on a réinitialisé le plan ou l'espace de travail d'Ali. On cherche le Pathfinder. Je vais cliquer sur soustraction. Je vais soustraire. On a une autre coloration. On a une autre coloration. Ou le rectangle d'Ali. Il y a un tabé avec le cercle. Ou le cercle. Alors, CTRL Z. On sélectionne un bijouge. On clique à l'Ali. On dit soustraction. Voilà. Après, on dit le bouton droit dissocier. Je suis tout le coup la forme. Alors, CTRL Z. CTRL Z. OK. Alors, le dégradé de couleur, il va dire FHADA. Radim de la palette dégradée. On clique à la noir et blanc. On dit le dégradé de couleur par défaut. On dit double-clic à l'aide. On dit le bleu ciel. On met le type de dégradé radial. On met le type dégradé. On essaie de commencer le centre vers le haut. Comme ça, j'atteins comme c'est le ciel d'en haut ou la terre d'en bas. Donc, on clique à l'aide. On dit double-clic. On jette la coloration verte. On va mettre l'outil dégradé pour changer le sens. Ou Shift. Voilà. Alors, une fois que j'ai terminé les éléments de l'IA, je vais ajouter un layer externe. Je vais le menu effet spécial layer externe. On dit la coloration des layers externes avec le blanc. On met des aperçus. On a la layer, on dit l'atténuation. Voilà. Voilà, l'éclairage vers l'extérieur. On dit 0,5. Et je valide. Je fais un aya. Les modes de la tatini, les drits normal, je suis la superposition. Donc il y a la tasse namzien. Voilà. Et je valide. D'accord? D'abord, on haoulo on crée on la fleur li ndi hnaya, on va dire contrôle 2. On ناخذ هنايا on dire هنا les couleurs غادي changer par la suite. On ناخذ l'outil étoile. On trace l'étoile comme ça.
وغنمشي نزيد في لي كوت ديالها، غندير لا فلاش ديريكسيوني فيغ لو هو، تزيد في لي كوت بحال هاد الشكل هكذا، داكو ندير شيفت باش تعطيني لا فورم ديالها في لو سونتر، فوالا بحال الشكل هكذا. وغندير فيها هاد لو تيب دو ديغرادي اللي قلنا هاد لو فيغ، ولكن غنديرو افيك لورانج كلير. هنايا ندير لو فون ديالي دوبل كليك، وندير هاد لورانج بحال هكذا، ونديرو راديال من لو سونتر ديال الموديل ديالنا. يمكن لي انفيرسي لي كولور، بغيت انا هاداك لورانج يجيني في لو سونتر بحال هكذا. اوكي الوغ كومون بريباري هاد لا فلور، غنمشي نحيد ليها لو كونتور، با دو كونتور، وغنمشي ندير لو مينو افي ديستورسيون ترانسفورماسيون كونتراكسيون اي ديلاتاسيون، وندير ابيرسي، وهنايا غنطلع بلا فلاش ديريكسيوني فيغ لو هو كوم سا. فوالا تعطيني لا فلور ديالي بحال هاد الشكل هكذا. اي جو فاليد، نحاول نحبسها غير هنايا ب 85 اي جو فاليد. الوغ سي باغ اكزومبل انا بغيت ندوبليكيها و اون ميم طون ندير ليها لا روتاسيون، غادي نمشي ناخد لوتي روتاسيون. انا راه تعطيني كاين لوتي روتاسيون و لوتي ميروار، حنا ناخدو لوتي روتاسيون تعطيني لو بيفو هنايا. غنكليكي على لو بيفو ديالي هنايا ونخرج فيها ليكستيريور وندير الت، تعطيني دو فلاش كوم كوا il va dupliquer l'objet و en même temps تيدير ليا لا روتاسيون. فوالا وهنايا غنشونجي هاد لا كولوراسيون ديالي بلو موف، غندير هاد لو موف ديالي هنايا في لو بلون بحال هاد الشكل هكذا، تعطيني بحال هاد لو بوتي ديزاين ديالي. ومن بعد ناخدو هاد لو بوتي سيركل هنايا، ناخد فورما اليبس ونتراسي لو سيركل ديالي بلو سونتر و شيفت، فوالا ونكليكي على واحد لو تيب دو ديغرادي لي موجود عندي هنايا دون لا باليت نونسي، وهذا وناخدو تي ديغرادي بو شونجي هنايا لومبلاسمون ديال هداك الديغرادي لي كاين تما. فوالا اي جو فاليد. اوكي دونك بالنسبة هادي غادي نحاول نسدها. هاد لو مو ديال ار راه كاينه في قلب منه اون ايماج، غنحاولو هذيك ليماج اللي هي على شكل فلوغ، غادي نمشي نكتبها بعد اولا. اولا جو في فيكسي سا كونترول دو، ونمشي ناخد نكتبو هذاك لو مو ار، فوالا ونحاول نكبرو هنايا في هاد لوندغوا، فوالا بحال هاد الشكل هكذا. دونك درنا بولد ايطاليك معيار برو، فوالا مشي نابورتي ديك ليماج ديالي، جو في لا كليسي كوم سا، و ندير ليها انكوربوري ونجيب ليماج. ولكن باش ندير لو ماسك ديكاتاج خصني ندير لو تكست او دوسو ديال ليماج اون بروميي بلون ديسبوزيسيون. دونك نسيليكسيون لو تكست نمشي ندير بوتون دروا ديسبوزيسيون بروميي بلون، ونجيب ليماج تحت من لو تكست، ومن بعد نسيليكسيونيهم بجوج بهاد الطريقه هكذا، وندير لو بوتون دروا كريي ان ماسك ديكريتاج اللي هو لو راكورسي ديالو. الا مشيت اوبجي ماسك ديكريتاج كريي لو راكورسي ديالو سي كونترول 7، فوالا. ومن بعد نمشي نزيد ليها لو كونتور. الوغ لو كونتور اللي ندير هنايا غادي ندير لو كونتور اون بروميي بلون، ونمشي نزيد ليها هاد لا كولوراسيون فيرت بحال هكذا. دونك نزيد في لا طاي في لا باليت كونتور بحال هكذا، اي بيان دكور. يمكن ليا هذاك لو كونتور ديالي نضوي ندير بشي كولور ضاوية شوية كوم سا، ونزيد في الكونتور ديالو. اوكي دونك نحاول نبغي نزيد نكبرها شوية ماشي مشكل هكذا. فوالا فوالا ونبطا شوية فيغ لو با. الوغ هنا بالنسبة هاد لو مو اوغانيز لا جوني دي زار، غادي ندير كل وحدة بوحديها في زون دو تكست ديالها. غنمشيو نكتبو ديك لا داكو، ونجيبها هكدا كبيرة شوية في هاد لابارتي
On duplique hein, de la zone de texte, on dit journée. D'accord? On dit le mot de la journée. Alors, on sera là. Avec Shift, tablette le hal. Voilà le mot la journée. Ok, on dit le mot organise. Organise. Voilà. On se rendra Shift, comme ça. Il y a deux points. Alors, il y a deux points. D'accord? Avec le blanc. Le premier plan, le blanc. La journée, il y a deux. Je viens de l'endroit Agda. Voilà. Alors, le texte qui est fait dégradé de couleur. Alors, je vais appliquer le dégradé. Normalement, le dégradé de couleur, il y a avec le vert, il y a l'arrière-plan. Alors, je vais appliquer le dégradé. Là, j'ai CTRL-2, cliquez. Le modèle d'Ali. Alors, il y a la sélection de Tahadi. Le dégradé de couleur. Tatatini. Matatini, le dégradé. Alors, je vais me dire le dégradé de couleur dans le texte. Je vais me dire que le map halagda. Donc, je vais vectoriser le texte. Cliquez avec le bouton droit. Vectoriser le texte. Je vais me dire appliquer le dégradé. On a l'outil dégradé. On change le sens. La même chose, ça s'appelle Hado. D'accord? Hada, je l'ai vectorisé. Mais Hada, la deuxième méthode. Je vais vectoriser le texte. Mais je vais avec la palette aspect. Parce que y a la méthode vectoriser le texte. Mais je vais parce qu'on l'a comme une forme. Donc, je vais le dégradé de couleur fois le texte pour atteindre la palette aspect. Donc, premièrement, je vais le fond. Pas de fond. On va la palette aspect. On va dire ajouter un nouveau fond. Une fois que tu cliques à ajouter un nouveau fond, tu as le dégradé de couleur d'Yali. Ou tu peux changer le dégradé de couleur, le sens d'Yali comme ça. Ou aussi, tu peux lire la bride, zid chi harf ou la nzid chi harf, avec le texte yali. Donc, on zid ay haja ou nzidha ou avec le dégradé. Par contre, là, je l'ai vectorisé, mais tu peux lire zid fiha ay haja. D'accord? Donc, il y a la deuxième méthode. Je vais l'appliquer ma le mot. D. Donc, je vais là, le fond, le fond, le fond noir, la couleur, le texte. Alors, tu as le fond, ou tu as ajouté le fond par la palette aspect. Ajouter un nouveau fond, tu as cliqué sur dégradé de couleur, tu as la pipette pour piquer la couleur, tu as le modèle, tu as l'outil dégradé, on a changé le sens. Le dégradé de couleur d'Yali, pas les schlags. Alors, nous avons le contour blanc. Alors, on sélectionne Home, Shift. Donc, on a dire le contour blanc, Hawa. La taille de l'autre 1, ou on a le texte d'Yali. Tawa, le contour blanc. On dit
تاعو نزيد ليه لو كونتور بلون ونخليه في لاطاي ديال لو كونتور ان. اوكي الوغ بالنسبه لهاد لو مو ايكول تكنيك دي سيونس دي انفورماتيك ابليكي، غادي نحاول نكتبها رابيدمون هنايا افيك ماجيسكول، نصغر شويه من لاطاي ديال لو تكست ديالي، غندير 36 باغ اكزومبل، وهاد لا باليت اسبي ردوها هنا لوندرو ديالها، ونكتبو avec majuscule école donc technique. Alors il y a le modèle qui a accepté tout, on va machine dire la coloration sur le blanc et pas de contour, d'accord. Alors il y a l'espacement entre les lignes qui est très grand, on va machine dire contrôle T. Alors, on va dire CTRL T pour afficher la palette de caractères. On dit bien Nia. Voilà. On a l'interlignage qui va les réserver. L'espacement. Voilà. On a la lecture avec l'option 3D. Donc, on dit le texte qui va les on se avec Shift. هكذا اوكي، ومن بعد غادي نمشي نعطيه لي في 3 دي، نحاول نخلي لو موديل ديالي هكذا هنا في هاد الكوطي، ونمشي نديرو افي 3 دي اكستريزيون بيزوتاج داكور، وهنايا ندير ابيرسو فوالا هايا افيك لوبسيون 3 دي، نقص ليها من لا بروفوندور ونحاول ندير لا روتاسيون ديال هاد لو كوب ديالي بحال شكل هكذا الله يمكن ليا هنايا نجيبها افون باش نقدها، ومن بعد نبدا ندورها بشويه من هاد لي كوطي هادو باش يبان لي ديك لافي ديال 3 دي في الجنب ديالها. فوالا يمكن لي نطلع شويه من هنايا c'est bon je crois que je suis satisfait من le modèle ديالي je valide avec ok ونخليها بحال هذاك الشكل هذا ok alors بالنسبه لهنايا 5e edition هادي نجي لهنا ناخذ لوتي تكست غادي نكتبو par exemple 5 voilà alors 5 ونكبرها avec shift بحال هكذا ونزيد وحدها 5e بحال هكذا طبيعة الحال هادي انا نعطي هاد لاكولاسيون فيرت في لو فون ولا سي باغ اكزومبل هذاك لو فير اللي درت انايا شوف هذا هذا اللي بيان لا بغيت نزيد نفونسي في لاكولاسيون ديال هذاك لو فير يمكن لي نمشي لاباليت كولور هنايا يمكن لي ناجوتي هذاك لو فير بلو سومبر ونمشي لا باليت كونتور هنايا هو لو كونتور ديالي وندير لو بلون ونزيد له في لا تاي ديرو في دو وهنايا هادي نديرها افيك لو بلون تو كور فوالا نحاول نجيب عندي في هاد لو موديل اكوتي هنايا ونجيب هادي هنايا صغرها شوية على حسب الموديل ديالي دونك انتوما لاحظتيو كيفاش تنحط لي زيليمون ديالي دونك لو مونتاج ديال واحد لو فلاير ديال ديزاين يمكن لي نوجدو غير بهاد الشكل هكذا افيك دي فورم افيك دي ديغرادي دو كولور داكوغ. الوغ بالنسبة لادريس او تيليفون مغاديش نكتبها مي غنوريكم شنو درت في لو فون خديت هذيك لا ميم ايماج اللي كاينه في قلب هادي دونك فوالا جو في كليسي هاد ليماج ديالي بحال هكذا وجبتها عندي لهنايا داكوغ و هنا عندي لا انكوبوري و
ونمشي نبس ليها لوباسيتي ديالها حتى ل 30 بحال هكذا ولا 50، ونمشي ندير ليها حتى هي لا ميم شوز افي سبيسيال كونتور بروغريسيف بحال الشكل هكذا. فوالا، وننقص من الكونتور بروغريسيف ندير غير ان. فوالا فوالا بحال الشكل هكذا. ومن بعد نجيب جو فاليد، نقدر ننقص مازال اكثر لو بغيت ليماج تزيد تبان 0.5 جو فاليد. وبالنسبه لهنا لو بغيت نقص ليها نمشي ندير 40 في لوباسيتي ديالها. ابخي لو تكست ديالي اللي هو عباره عن لي كوردوني، الوغ كونترول اكس كونترول في، ونجيبها عندي هنايا بحال الشكل هكذا في لو سونتر. لا بغيت ننتقل منها بانها في لو سونتر كيف كنا جو في بحال دابا كانت عندي هنايا وبغيت تجيني في لو سونتر ديال لو بلون دو ترافاي، تمشي لباليت الينيومون وتندير افيشي لي زوبسيون وتنتقل بانني كوشي اليني سيغ لو بلون دو ترافاي، وعاد نكليك على هادي فوالا تجيني في لو سونتر ديال لو موديل. ونحاول ايفيتي هاد لو تري نوار لان هنا فين يكون لو ديكوباج على الانتيريور. وهاد لو لوغو هادي حتى هي لا ميم شوز بلا ما نكتبها، نحاول نجيب هادي هنا و لو لوغو باردون انا هادو باسكو نسيليكسيونيهم ندير كونترول زد الوغ كونترول سي كونترول في، غادي نجيبها عندي هنايا وهذه حتى هي كونترول سي كونترول في ونجيبها عندي هنا تقريبا سي لا ميم اوبيراسيون اللي درت مع سان. غادي نكتبو لو تكست وندير ليه لو فون بعد لا كولور اي لو كونتور، تندير لو كونتور اون برومي بلون وتمشي نعطي لا كولوراسيون في لو بلون. الا كانت هذاك لو كونتور كبير بزاف تمشي لباليت كونتور وتندير غير 0.75 ولا 0.5، وهذاك كذلك ندير غير 0.75. اوكي هذاك لو لوغو اللي انا درتو على شكل بحال شكل ديال واحد لي طوال اللي جايه، وهناك بحال الكره الارضيه مقطوعه لا بارتي كتبت عليها لاغ كومون جو لي بريباري. الو غنمشيو هنايا الفونيتر بيبليوتيك سامبول، وكاين واحد لي بحال نقولو لا بيبليوتيك ديال الوساتور، كليك على لوغو وتعطيني هاد لا فورم هادي. فوالا نزيدو هادي ونكبر هادي بحال الشكل هكذا. وهادي سان ليمون كي ابارتيان لا بيبليوتيك، دونك انا شنو غادي ندير، غنحاول رومبر لو ليان بين هاد لا فورم و لا بيبليوتيك. رومبر لو ليان جو كليك سيغ رومبر لو ليان بور كوبي لو ليان اونتر لا بيبليوتيك اي لو بلون دو ترافاي. فوالا وندير لها بوطون دوا ديسوسيي، وهنايا تيمكن ليا سوبريمي لي زيليمون لي مبغيتهمش. غناخد لا فليش نوار سوبريمي هذا وهذا تا هو نسوبريمي، وهاد لابارتي الفوقانيين تا هما دونك انا نحاول نستعمل لا فليش بلونش باسكو لان هذا جا اسوسيي. نشوف نحاول نديسوسيهم فوالا نسوبريمي هادو لا ميم شوز هنايا نسوبريمي هادو، نخلي الشكل اللي بغيت انا نخلي فوالا هادو وهادي فوالا. فوالا اي غادي نمشيو نكتبو لو مو ار داكوغ، و لا بوليس اللي غادي نستعمل هنايا هادي شويه بحال هكذا، وندير بوطون دغوا ونمشيو للبوليس ونديرو هاد بروش سكريبت هادي فوالا، ونكبرها فوالا بحال الشكل هكذا. دونك هادا تا هو بغيتو يكون في لو كونتور ديالو في لو بلون داكوغ، وهادي بغيت لو فون ديالها يكون في لو بلون
ها هو ندير لو بلو عندي هنايا اي لو كونتور ديالها يكون فواحد لو فير فرونسي اللي هو هنا هذا. اون سيليسيوني كلشي وندير ليهم كونترول جي فوالا ونجيب هاد الموديل ديالي هاد الكوتي ونصغر افيك شيفت هاو نخرجو من لاباتي ديال فوالا. دونك غادي يمكن ليا نديبلاسيها شوية لهاد الكوتي وهاد السانكيام تاني نجيب وحدها اي هاد لي زيليمون ديالي باش نخلي شوية لومبلاسمون اللوغو ديالنا لا بغيت نحطو في هاد لوندوا فوالا ونكبرو شوية افيك شيفت فوالا. احنا كملنا لو موديل ديالنا لاحظتيو جيسبيغ بيان الامور ديال الشرح ديالي تكون واضحة ومفهومة. دونك وتنتمنى انكم تكونوا بارمي لي زابوني ديالي ولا كان شي تساؤل تصيفطوه ليا في صندوق الوصف و جيبغي بيان تكليكيو على لو بوتي لايك ولا كان شي كومونتير صيفطوه ليا في صندوق الوصف وانا مستعد نجاوب عليكم بجميع التساؤلات ديالكم. الا احتاجيتو اي دروس صيفطوهم ليا في صندوق الوصف وانا نحاول نديرهم في الدروس القادمه ان شاء الله. دونك تشكركم وتنتمنى نكون وصلت لكم المعلومات بطريقه سهله ومفهومه. دونك تبارك الله عليكم وإلى الدرس القادم إن شاء الله.